Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا طيبا مباركا فيه ويجعلنا ممن يتعلقون في حلقات الذكر وممن تجعلون من ملائكتك نوما عند الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله اليوم نستضيف نخبة من الدكاترة من جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية في محاضرة عن الاعتدال في الإسلام إن شاء الله، التسامح في الإسلام. ففي البداية إن شاء الله سأعرف على المحاضرين والمشاركين، وبعد ذلك فنترك المايك للضيوف. إن شاء الله الدكتور أخونا الدكتور عمرو سيتولى الترجمة إن شاء الله. So today إن شاء الله we're gonna have our program. It's about tolerance in Islam. We're gonna start إن شاء الله with the speakers that will be given their topics in Arabic. Dr. Amr, inshallah, he will translate. And after the session, we're going to have a QA session, inshallah. So the speakers we have today, Dr. Faisal bin Saeed Al-Amish, Ustaz al-Fuqh bi Qism al-Sharia wa Dirasat al-Islamiyya, Amid Kuliyat al-Adab al-Ulum al-Insaniyya, Jamaat al-Malik Abd al-Aziz, Dr. Mazin bin Abdul Latif al-Bukhari, Ustaz al-Sharif fi Usul al-Fuqh, قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الملك عبد العزيز. الأستاذ دكتور عبد الرحمن بن نافع السلمي، المشرف على برامج الدراسات القضائية بقسم الشريعة، رئيس بيت الخبرة للاستشارات القضائية، مستشار وكيل جامعة الملك عبد العزيز بجدة للشؤون التعليمية. الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد عزب، أستاذ الفقه وأصوله بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية، رئيس تحرير مجلة الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز. إن شاء الله نبدأ مع المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة فرصة سعيدة أن ألتقي بكم في هذا المركز المبارك، والحقيقة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذا المركز المبارك، وعلى رأسهم الأستاذ علي حيدر وزملائه الذين يقومون بخدمة المسلمين في هذه المدينة. وجئنا اليوم لنتحدث عن موضوع مهم، وهو موضوع التسامح في الإسلام، وكلنا يحتاج إلى هذا الموضوع، فهو من الموضوعات التي يعيشها كل إنسان. وسأتحدث اليوم عن هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال استعراض ثلاثة أحاديث نبوية تفهم بشكل غير صحيح. Brother Dr. is welcoming all of you, and he's happy to be here with us, and he shows his thanking to the administration, administrative office of the Institute, specifically Brother Ali Haidar. Thanks you for your attendance, and today's topic is about tolerance in Islam, which is a very important topic, and he's going to discuss it in a new way, indirect way, through the explanation of the meaning of three hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نعم. الحقيقة الفكرة في هذه الأحاديث أن تأمل أو ظاهرها قد يفيد عدم التسامح. الذي يقرأ الحديث من غير أن يعرف قصته فإنه قد يتبادر إلى ذهنه أن هذا الحديث فيه عدم تسامح. وهذا يعني يأتي على أشياء كثيرة. كل قصة إذا اطلعت على جزء منها دون أن تستكمل جميع ما فيها فإنك قد تفهم القصة أو المسألة بشكل غير صحيح. سأضرب مثال على ذلك. مثلا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما
خرق السفينة، الخضر خرق السفينة، كانت هناك سفينة لمساكين يعملون في البحر، فخرقها الخضر، فاستنكر عليه موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فموسى استنكر لأنه لا يعرف ما هي القصة وراء هذا العمل، لكن لما أخبره لاحقا الخضر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها بخرقها، وكان وراءهم ملك ظالم يعني يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة ما فيها عيب يأخذها ويغتصبها هذا الملك، فجاء الخضر فخرقها ليعيبها حتى ملك يتركها للمساكين. فعند اكتمال القصة بجميع أجزائها نستطيع أن نفهم المشهد بصورة صحيحة. These three hadith can be easily misunderstood as implying intolerance in Islam rather than tolerance. That's because if you read it without knowing the behind scenes, the behind circumstances of this hadith, the behind story, you would easily get the misinformation that it invokes intolerance in Islam. And he's drawing an example of this with the story of Khidr and Musa alayhi salam. The story that Allah subhanahu wa ta'ala tells in the Qur'an, that when they were on the ship and Al-Khidr destroyed the ship and made it sink, and Musa alayhi salam, he said that you did something grave mistake, why did you do this, how? That's because he didn't know the behind story, that there was a king following this ship and he wanted to take this ship from them, so he wanted to make this like partial harm from them to save them from a bigger like harm. نعم. طيب سأبدأ بأحد الأحاديث هذه وسأذكر الحديث وأسألكم ماذا تفهمون من اللفظ من غير أن نقرأ القصة. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. So the first hadith he wants to know what's your opinion about it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in a sahih hadith that I was ordered to fight people until they say la ilaha illallah. نعم. So ظاهر الحديث انه يعني اردنا ان نقرا الحديث نفهمه من غير ان نقرا قصته ومعناه انه امر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل كل الناس حتى يسلموا يعني كانه يجبر الناس على الاسلام. So the meaning that you would get obviously is that the Prophet ﷺ is saying that he was ordered to fight all the people, everyone, until they become a Muslim. So he's like making people like to be Muslim, like he's forcing them into Islam. This is the what you get the meaning from the just the word of the hadith, but this is not the true meaning of that. إذا أردنا أن نعرف المعنى الصحيح الحديث لابد أن نقرأ القصة كاملة كيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأحداث التي حصلت حتى قال هذا الكلام. وهذا كلام يعني تكلم فيه كثير من العلماء مثل ابن تيمية وغيره عن معنى هذا الحديث. سأروي هذه القصة لكم، هناك قصة لهذا الحديث سأرويها لكم ثم أترك لكم المجال للجواب عن معنى هذا الحديث. القصة سأذكرها ثم يعني المترجم يختصرها. أن النبي كان هناك رجل كان هناك رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أو اسمه عروة ابن مسعود الثقفي. هذا عروة أسلم من قبيلة الثقيف في الطائف. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ولما أسلم كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأرجع إلى قبيلتي ثقيف طائف وأدعوهم إلى الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب فإنهم سيقتلونك. فقال يا رسول الله والله إني يعني محبوب يعني معنى الكلام قال اني احب اليهم من افكاري يعني
أنني محبوب عندهم كثيرا وكل قبيلة تحبني وتحترمني. فذهب عروة إلى قومه ودعاهم الإسلام يعني أطلق عليه أو رماه أحدهم بسهم أو بنبل فقتله. فلما قتل خاف الثقيف وعرفوا أنه قد يأتي أحد لينتقم منهم من الصحابة أو أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينتقم منهم. فماذا فعلوا؟ أسلموا كلهم وذهبوا إلى المدينة. الحل الذي قاموا به أنهم أسلموا وذهبوا إلى المدينة. فضل. So the story behind this hadith that there was a man called Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, is actually a Sahabi who was from a tribe called Thaqif that lived in a city named Al-Taif. And he went to the Medina Munawwara and made the Shahada to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He became a Muslim and he asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to allow him to go back to his tribe and make da'wah for them to become Muslims. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, no, don't go, they will kill you. But he said, no, I'm a very popular person, they love me so much, I don't think that they will hurt me, so please allow me to go there. So he went back and he asked them to become Muslim and make da'wah for them. But actually one of them, of his tribe, killed him. So the people of the tribe became so afraid, now we killed Urwa, we might be getting, they might get revenge for killing the messenger of the Prophet ﷺ. So what we shall do? So they all claimed to be Muslim. نعم. فلما أسلموا هاجروا إلى المدينة، ذهبوا إلى المدينة جميعا. وكان ذلك في شهر رمضان السنة التاسعة للهجرة. فلما جلسوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويحدثهم، يأتي إليهم ليعلمهم الإسلام. فأحد الصحابة شاهد الرجل الذي قتل عروة. شاهد الرجل الذي قتل عروة بن مسعود الثقفي. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فساره في أذنه، يعني تكلم معه، قال فلان موجود، أريد أن أقتله انتقاما لعروة. فقال له لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ لا تفعل. ثم قال له أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فالقصة أن المعنى هنا الذي يعني يمكن أن نفهمه من هذا الحديث أنني من عاداني وقاتلني وحتى لو قتل أحد أصحابي فإنه يباح لي أن أدافع عن نفسي وأن أرد هذا الاعتداء باعتداء مثله، لكن إذا أسلموا لا يمكن أن أفعل ذلك، فقد نهاني الله عن ذلك. فهنا ينتهي القتال مع من اعتدى علي، وليس المعنى أنه سأقاتل كل إنسان لأدخله الإسلام. ويتكلم عن أناس اعتدوا عليه، فهؤلاء الذين اعتدوا عليه لو أسلموا لن ينتقم منهم أبدا، لن يأخذ بحقه أو يرد على هذا الاعتداء. So the tribe went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina and they declared that they became Muslims, and sallallahu alaihi wasallam was sitting with them and he was teaching them about Islam. And one of the Sahaba, he saw the killer of Urwa ibn Mas'ud, so he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he whispered to his ear that the killer of your messenger of Urwa is among these people. Please give me the permission to kill him, to take revenge for Urwa. So the Rasul ﷺ, he refused, and he said the hadith that I was ordered to kill the people, to fight the people, until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. If they did so, they saved themselves, their souls, and their he said their souls and their money from me, which means that as long as they are our enemies, I am ordered to kill the enemy because they are our enemies. He's speaking about specific situations, specific people who did an act of assault on one of the messengers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So it's like equivalent to like a crime, action of crime. I'm sorry, act of war. To kill an ambassador.
So this is like very specific and implied in a specific scenario that he's talking about people who are confined within. But if they submitted and they declared that became Muslims, now he has no control. He cannot harm any one of them as long as they say they are Muslims. And this is not for all people. This is speaking about specific enemies that they are an actual threat. في أثناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيف كان يشتكي قريشا كان يعني يقص عليهم أن قريش فعلت به قريش لم تترك شتيمة أو أذى إلا وآذت به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول في هذه الأثناء أيضا من ما ورد في القصة أنه كان يحدثهم عن إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فكان أيضا في بعض الروايات قال أمرت أن أقاتل المشركين القصة لذلك ابن تيمية مثلا يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أحدا بالقتال يعني الرسول لم يبدأ أحد بالقتال إطلاقا بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سالم كل من سالمه مثل من مقوقص مصر في ذلك الوقت والنجاشي كل من لم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتدي على أصحاب رسول الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض له ولم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أي قتال أبدا وإنما كان كل قتال النبي صلى الله عليه وسلم لغير المسلمين إنما كان من باب الدفاع عن المسلمين. Another narration that the Prophet صلى الله عليه وسلم saying that I was ordered to fight the mushrikeen, implying to the people of Quraysh of Mecca, because he was telling the people of Thaqif that he's upset about the insults and the crimes that the people of Quraysh is doing and the insults that they are saying about himself. So in another narration and another tafsir of this hadith that he was actually talking about the people of Quraysh who were his enemies at this time point. And Ibn Taymiyyah says that the Prophet ﷺ actually never started a fight with another people. He draws an example of this with Muqawqas, the ruler of Egypt at that time. He was he has a peace with him, and Najashi from Abyssinia as well. سأتوقف عن هذا الحديث وأترك المجال للدكتور أحمد حتى يعني نكسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أشكر الأخوة القائمين على هذا المركز المبارك وكذلك أيضا والجميع على جهودهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في موازين الحسنات أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين الحديث أيها الإخوة في الله حول هذا الموضوع المهم عن قواعد وأسس أسسها وبناها ديننا وشريعتنا حول موضوع التسامح في الإسلام فكما لا يخفى عليكم ما يتعرض له ديننا وما تتعرض له شريعتنا من ظلم واتهام من قبل الآخرين اتهامات حول التعصب وعدم قبول الآخر رفض الآخرين كذلك وغير ذلك من الدعاوى التي لا أصل لها حينما أتحدث عن مثل هذه الاتهامات التي يطلقها البعض على شريعتنا وعلى ديننا أن شريعة الإسلام الدين الإسلامي لا يقبل الآخرين ويرفض الآخرين لا يتقبل الآخرين قد يكون البعض انطلق للوصول إلى هذه النتيجة من خلال تصرفات البعض نحن نعلم أن الحكم على الشريعة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي لا يكون من خلال التصرفات الخاطئة التي تصدر من البعض وإنما هو الحكم الصحيح بنظر إلى قواعد وأسس هذه الشريعة الإسلامية So
Dr. Ahmed is speaking about the current attack on Islamic religion and Islamic teaching of being and false accusation of being intolerant to others, intolerant to other people. And he's saying that this is actually has no basis in Islam, and this is based on the misunderstanding of the faith and the religion, and based on the actions of some groups of people, and falsely applying this on the religion as a whole. So it's obviously incorrect to draw your conclusion based on the actions of a subgroup of people and say that this is representative of the religion as a whole. لذلك حينما نقول أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، أي الاتهامات التي تتوجه إلى الدين وإلى الشريعة الإسلامية، مما يبين أنها اتهامات باطلة، من ينظر في تاريخنا ومن ينظر في حضارتنا الإسلامية التي انطلقت مع انطلاق الرسالة المحمدية منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، يجد أن تاريخنا الإسلامي قد ضم أروع الأمثلة في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الحضارات المختلفة، في التعامل مع الثقافات المختلفة، في التعامل مع الأديان، في التعامل مع سائر الأجناس. هذه التعاليم التي أثرت في ذلك الجيل وجعلته جيلا يتعامل مع الآخرين على هذه الأسس وعلى هذه القواعد، هي تعاليم ما زالت موجودة وتعاليم حية، نستطيع متى ما أردنا أن نطبقها وأن نجعلها واقعا في حياتنا حتى نتعامل بموجبها وحتى نسير على ضوئها. A clear evidence of these false accusations, if you look back in the history of Islam, the early history of Islam, there are excellent examples of tolerance of other people, of other cultures, of people of many other faiths, and these were based on the true teaching of Islam, the teaching of tolerance, which our early Muslims applied and use, and these teachings still present in our religion, and we should apply and activate in our modern time. إذا أردنا أن نضرب مثالا واحدا على آية قرآنية تدل على هذه العلاقة التي وجه الإسلام وأتباعه أن يسيروا وفقها، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هي علاقة مع الغير، هي علاقة مع الأجناس والحضارات والثقافات المختلفة، تبنى على ماذا؟ لا تبنى على التناقض، ولا تبنى على التعصب، ولا تبنى على أن ننبذ الآخر، بل تبنى على التعارف والتعاون حول ما نلتقي عليه. So, to give an example, a great verse in the Quran says that Allah subhanahu wa ta'ala says, O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes that you may know one another. Verily, the most honorable of you with Allah is that who has a taqwa, that believer who has a taqwa, one of the muttaqeen. Verily, Allah is all-knowing, all-aware. So this verse sets the foundations of our relation, that our relation with other people, that it's not who you are, where you come from, it's about how you treat the others, how you are good to the others. This is how you can judge one another and set the foundation of dealing with other people. إذن التسامح ليس أمرا ثانويا في شريعتنا. التسامح ليس أمرا يأتي من دون أن يكون هناك ما يؤشر عليه أو ما يدل عليه. التسامح دعامة أساسية في شريعتنا الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة.
بعثت بالحنيفية السمح. إذن ليس أمرا ثانويا تسامحنا مع الغير، ليس أمرا اختياريا، بل هو أمر أساسي في شريعتنا ودعامة من دعائم هذه الشريعة. So tolerance is not a secondary issue in Islam. Actually, is a basic concept in Islam. Rasul صلى الله عليه وسلم said that بعثت بالحنيفية I was sent with, I don't know how to translate it, Hanifiyas. But with Islam, the tolerant Islam, I was sent with the tolerant religion. As Samha means tolerant. لو أردنا أيها الأخوة في الله أن نقف مع هذا المفهوم، مفهوم التسامح مأخوذ من الملاينة وقبول الاختلاف مع الآخر. أن نتقبل هذه الاختلافات سواء اختلاف العرقي أو الديني أو اللوني أو الجنس، كذلك أن لا نمنع الآخرين من اختياراتهم، وأن لا نكره الآخرين على التخلي عن ما هم عليه. ليس معنى ذلك أن لا ندعو الآخر، نحن ندعو الآخر، ولكن في المقابل لا نكرهه ولا نتعصب لرأينا ولا ننبذ الآخر لمجرد أنه آخر فقط هكذا. So we have to respect the differences in societies, respect the different backgrounds that people are coming from, and respect the differences that you can have in faith as well. You can make da'wah, but in a polite manner. You don't, but never enforce people to change. Never enforce people to convert. This is not from the teachings of Islam. التسامح أيها الأخوة في الله يكتسب أهمية كبيرة، وخصوصا في مثل هذه المجتمعات التي يعيش فيها الناس من ثقافات مختلفة وثقافات متعددة وقناعات مختلفة، كذلك بحاجة إلى التسامح يكتسب أهمية وفضيلة كبيرة في ظل هذه المجتمعات التي يجتمع فيها أضياف مختلفة وثقافات متعددة، فهذا الأمر يجعل من التسامح أمرا ضروريا. هذا الاختلاف وهذا التعدد وهذا التنوع يجعل من التسامح مع الآخر أمرا ضروريا وضرورة من الضروريات إلى أقصى الحدود. So the virtue of tolerance is of extreme and essential importance, especially in a society such as we are living in right now, in Western societies where there are many diversities and many people from many different backgrounds and different cultures and different faiths and different ideologies and different concepts. بعض القواعد والأسس في التسامح في ديننا وشريعتنا أيها الأخوة المباركون أن الديانات السماوية مصدرها واحد ومعينها واحد. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه الديانات كلها مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يرسخ التسامح. صحيح أن شريعتنا الإسلامية نسخت كل الشرائع، ولكن في أساسها كل هذه الشرائع مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، وحي أوحاه الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذا الأساس وهذا الأمر وهذا المنطلق يرسخ في مجتمعنا. Understand that all the faiths, all the religions are coming from one source. Allah subhanahu wa ta'ala says that He, Allah, has ordained for you the same religion, Islam, which is He ordained to Noah, and that which we have inspired to you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that which we ordained to Ibrahim, Musa, and Isa, saying you should establish religion to do what it orders you to do practically. So basically, all the religions are coming from one source. This is a rule that we can use to apply tolerance in our life and to understand how we can understand each other, though we understand.
understand that there has been some differences now, that the faith, the religion of Islam is the terminal, the last religion, and it's wipes everything before it, but it's just it's not wiping, it's actually completing what have been revealed before. كذلك رسخ الإسلام من أجل التسامح أنه لا إكراه في الدين. وهذه كثيرة ما تمر علينا هذه الآية. يقول الحق سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن لا إكراه في الدين لأن العقيدة ينبغي العقيدة الإسلامية ينبغي أن تستقبلها القلوب والعقول بشكل واضح وبشكل جلي حتى يقتنع من يريد أن يدخل في الدين وأن يكون ذلك عن اقتناع وليس عن إكراه. Another important verse that people tend to omit these days that Allah subhanahu wa ta'ala says لا إكراه في الدين, which means there is no compulsion in religion. Verily the right path has been distinct from the wrong path. So there is no power of one man over another to make him convert or convince him to convert to another religion. So this is a very basic rule that we should all understand. No compulsion in religion. أيضا رسخ الإسلام من أجل التسامح أن أمكنة العبادات على اختلافها كلها محترمة في نظر المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأمكنة العبادات على اختلافها نحن كمسلمين ننظر إليها أنها أماكن محترمة فلا نفعل فيها ما لا يرضاه أهلها. هذه نظرتنا نحن. إن لم يبادلنا الغير هذه النظرة فنحن مسؤولون عما نفعل نحن كمسلمين ولسنا مسؤولون عما يصدر من الآخرين تجاهنا. So another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, those who have been expelled from their homes unjustly only because they said, our Lord is Allah. For had it not been that Allah checks one set of people by means of another, monasteries, churches, synagogues, and mosques, wherein the name of Allah is mentioned, much would surely have been pulled down. Verily Allah will help those who help His cause. Truly Allah is all strong, almighty. So a basic concept in our religion that the respect of other people places of worship. This is a very important concept. Even though we might not be experiencing the same from some other people, we shouldn't do the same to them. Like we should be tolerant and do what our faith, what our God tells us to do to respect other people's places of worship. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نترك المجال للمشاركات والاستفسارات لعل تكون فيها فائدة إن شاء الله للجميع. So we open the platform for the whole.